نرحب بكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، نرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن ناصر عباس. كابتن ناصر، اهلا وسهلا بحضرتك. تحياتي كابتن ايمن، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه نتلاقي في كل مكان. تحياتي للجمهور الكبار، الكابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء مهوب، الكابتن اسامه عربي، الكابتن احمد بلال. كابتن، في البدايه سريعا انا عايز اسالك عن مباراه امس ورايك في سيكازوي. كابتن، قبل ما نروح للحكم نشوف مين المتسبب في تعيينه او مين اللجنه المسؤوله في الحكام. سريعا بنتكلم على لجنه الحكام في افريقيا. كابتن احمد، احنا بقى لنا فتره عمالين نشوف سيكازوي، بكاري جسامه، ماجيت النضاي، حكام هي بقى لهم 10 سنين بيحكموا. فين الحكام اللي طلعت يا كابتن؟ مفيش حكام طلعت جديده، باستثناء طبعا مصطفى غربال بتاع الجزائر، حكم ممتاز، باستثناء رضوان جيد، وعندنا طبعا اكيد هنا امين عمر محمود البنا. فانا اقول اولا مشكله لجنه الحكام الكاف، مفيش حكام بتصعدها، مفيش شغل تطوير بتطلع حكام كابتن علاء، وبالتالي ادينا بنشوف كل مره مشكله. سيكازو على فكره من 4 سنين عمل مشكله كبيره جدا في ماتش الترجي اول اغسطس، مظبوط، وتوقف عليها فتره طويله وبعدين رجع تاني. اذا هنا النهارده انا بقول لابد من لجنه الحكام في افريقيا تدي الفرصه للناس، الحكام الشباب يا كابتن شريف، تصعد الناس عشان تقدر تلاقي عندها قاعده كبيره من الحكام تدير هذه البطولات. بنتكلم على سيكازوي، حتى لو هو اخطا كابتن ايمن، عندنا الحكم المساعد رقم 1، المساعد رقم 2، الحكم الرابع فين ده كله؟ فين حكام الفار؟ الفار وقت المباراه بتنتهي في الدقيقه 89، ما حدش حتى قال للحكم ان في وقت لسه ما زال، وما حدش قال للحكم ان لسه في وقت بدل ضايع. اعتقد ان طاقم التحكيم بالكامل يسال في هذه المباراه يا كابتن ايمن، هو اصلا اللجنه الحكام كمان تسال في تعيين هذا الحكم في هذه المباراه. وده يعني يدينا فرصه يا كابتن ايمن للجنه الحكام عندنا في مصر. بقول ايه؟ ان احنا النهارده فرصه ان احنا نستفيد من اخطاء غيرنا. صح. المفروض النهارده نطلع حكام شباب، نساعد حكام جدد، خاصه في هذه البطوله اللي موجوده حاليا، فرصه تدي مزبوط. الحكام الشباب بطوله مفيش فيها ضغوط، مباراه سهله. ما كان يجب النهارده تعين حكم كبير دولي في هذه المباراه. صحيح. ما كان يجب تعين حكم كبير. عندي مثلا على سبيل المثال صبحي العمراوي، الحكم الرابع. أي. حكم صغير. ايه المانع ما تدي النهارده صبحي العمراوي هذه المباراه وتعينه فيها؟ هو الكابتن محمود ناجي على ما اعتقد كان ليه مشكله في ماتش الزمالك وانبي وتم ايقافه على بعد المباراه. محمود ناجي ادار اول اسبوع يا كابتن ايمن مباراه الزمالك وانبي، وكان هناك ركله جزاء تم احتسابها لصالح نادي الزمالك، وللاسف كانت ركله جزاء غير صحيحه يا كابتن شريف، وللاسف الفار لم يراجع هذه الحاله، واعتقد ان نادي الزمالك فاز بهذا الخطا التحكيمي. اتوقف تقريبا على اثر هذه المباراه 5 أو 6 أسابيع، يمكن هو يمكن لسه راجع الاسبوع ده. انا بقول ايه يا كابتن ايمن؟ فرصه لجنه الحكام، كابتن وجيه طبعا مسؤول التعيينات، خلينا ناخد الجرأه شويه، ادي حكام الشباب، يعني انا ما كنتش هديهم في هذه البطوله. انت بتدي الحكام الكبار في الدوري العام، طب ادي الحكام الشباب في هذه البطوله اللي هي اعتقد ضغوطها قليله. النهارده ملعب كبير وملعب واسع، ومباراه النهارده كبيره، النهارده النادي الاهلي بيدي كل اللاعبين الناشئين ومفيش مشكله، فرصه ونقطه ايجابيه جدا. النهارده شفنا لعيبه في النادي الاهلي الشباب ناشئين قدروا النهارده يثبتوا نفسهم. نفس الشيء بنقول يا ريت لجنه الحكام تشتغل على هذا الفكر المتطور في تعيينات الحكام كابتن ايمن. نروح لطاقم التحكيم وظاهره المباراه، رغم ان هو حكم دولي، بنقول يا كابتن شريف مش لمحمود ناجي بس، لكل حكام مصر، من فضلك ازاي تقدر تتحرك وتتمركز داخل ميدان اللعب؟ انت حكم كبير، من غير المعقول النهارده يا محمود يا ناجي يبقى عندك اكتر من لعبه والكره تصطدم فيك. نشوف طاقم التحكيم، محمود ناجي حكم المباراه، حمد عبد المجيد الحكم مساعد رقم 1، محمد عزازي مساعد رقم 2، صبحي العمراوي رابع، عبد العزيز السيد حكم الفيديو، معاه مبروك نبيل. خلينا نروح للحالات على طول. انا عامل دقيقه 8 والدقيقه 69، نشوف اول حاله معانا، نشوف اول حاله ستوب، ترجع تاني. الكلام مش لمحمود ناجي بس يا كابتن، بص ستوب، انا من غير ما اقول يا كابتن علاء انا بجري ماشي مسار الكوره، مش ممكن انا بجري والكوره في ظهري. الف ب تحكيم، بقول اهو دي نقطه تعليميه، من فضلك ازاي يبقى عندك قراءه مستقبليه للمباراه، تقدر انك انت تقرا اسلوب لعب نادي الاهلي، اسلوب لعب نادي الجونه، حاول انك انت النهارده تتحرك بشكل جيد فوق ميدان اللعب. دي حاله من الحالات الاولى، طبعا هو هنا رجع
عمل ان دي كانت هجمه النادي الاهلي، اوقف اللعب وعمل الاسقاط طبقا للقانون. نروح للدقيقه 69 نفس الشيء. نروح انا هنا ستوب، لابد ان انا برضك يبقى عندي حس سنس صح. هنا اللعب حاول افتح شمال يمين، دي مشكله خلي بالك. الكل ينظر للحكم كابتن علاء ان اخطاء تحكيميه، لا تمركز وتحرك الحكم داخل ميدان اللعب افضل شيء يديك القرار الصح. فلابد بنقول دي نقطه ايجابيه لكل الحكام، يا ريت نقدر النهارده المعد الفني للجنه الحكام ينزل مع الحكام يشتغل في ميدان اللعب. صحيح. يلا خلينا نروح للحاله اللي بعد كده. الحاله جايه حاله مهمه جدا، وهل هناك محمد عزازي الحكم مساعد رقم 2؟ نشوف هل هناك تسلل ولا لا. نشوف اللعبه لحظه اللمس والتمرير، نشوف تمام جزء من القدم وتسلل موجود وحاله من الحالات التحكيميه الصحيحه لمحمد عزاز. الحاله الثانيه هنا حاله طبعا محمود ناجي النهارده كان يعني في الانذارات، اعتقد يعني لابد انك انت يكون عندك معيار الانذارات، لان عندي اثنين لعيبه اصيبوا وللاسف اللعيبه ما خدتش انذار. دي حاله من ضمن الحالات يا كابتن، هنا في انذار مفقود للتهور. ايوه. نروح للحاله اللي بعد كده، مش هنقف كتير. لعبه من الالعاب الصعبه عند محمد عبد المجيد المساعد رقم 1، نشوف هل هناك تسلل ولا مفيش تسلل. نشوف يا كابتن هنا لحظه اللمس، اعتقد رجل لعيب الجونه مغطي، هنشوف اهو لسه مازال ها. بس هنا حاله من الحالات الصعبه يا كابتن علاء، ولا ايه رايك فيها؟ صعبه. هي صعبه صعبه طبعا. هنمشي مع الحكم فيها كابتن ايمن، واحنا قلنا نعمل سبورت للحكم لان حاله صعبه جدا. ماشي. هل لاعب النادي الاهلي بجزء من الجسم وهل القدم يعني حاله صعبه، بنقول نمشي مع قرار محمد لما جيت حكم اسكندريه قال لي تمركزه كويس على فكره. بالظبط كده. نروح للحاله اخر حاله معانا كابتن ايمن، ودي الحاله اللي انا بستغرب يعني هنا في اصرار، يعني هنا اللاعب هنا وصل على ارتكاب الخطا، ارتكب مخالفه. ولو شفنا كابتن هنا الحذاء والاسترزات في اسفل الكعب هنا للاعب نادي الاهلي صلاح محسن، نشوف الاعاده بتاعتها. وهنا اللاعب لم يحصل على البطاقه، نشوف هنا الاعاده من هنا كمان. نرجع بص هنا الاسترزات هنا في الكعب هنا، بص يا كابتن هنا نمشي هنا هنا واخد الكعب بتاع صلاح محسن، هنا دي مخالفه كانت تستلزم البطاقه الصفراء. بشكل عام بنقول تاني يمكن سؤالك كان مهم جدا، مشكله حكام افريقيا ان لجنه الحكام ما اشتغلتش تصعد حكام. نقول لجنه الحكام مصر عندك الفرصه في هذه البطوله، ادي الحكام الشباب، خلي فيه جراه. صحيح. ما تخافش البطوله بتبقى يعني اعتقد مش صعبه، فرصه تدي حكامك عشان ياخدوا الثقه في المباراه اللي جايه. وبالتوفيق طبعا للتحكيم المصري. دي كانت اخر حاله معانا كابتن. بعد اذنك بعيد عن الماتش ده، في ماتش نيجيريا ومصر حصلت حاله جدليه في ضربه الجزاء او مش ضربه جزاء اللي هي بتاعت زيزو مع المدافع، فانا كنت بتفرج مع زمايلي برضو عشان دي عشان احنا وعشان المدربين وعشان جماهير مصر. الاربع مواقف اللي الحكم الفار المفروض يستدعي فيهم الحكم. في ناس شكت لما الراجل اتكلم في مع الفار، بعد كده وقف وبعدين وقف تاني، قال لك هو الفار بيستدعيه وهو مش راضي. اصل في ناس فاهمه كده. لا كده. فهل ينفع ان الفار يستدعي الحكم في المواقف الاربعه اللي انت حضرتك حكيت لنا عليهم قبل كده ويقول لهم لا انا مش جاي لكم؟ ما تحصلش. عشان دي حصلت حضرتك بشرح حالها. بص يا كابتن، عندما يستدعي الحكم الفار لابد الفار يذهب للحكم. الحكم يذهب للفار. ليه؟ ده البروتوكول، ما حدش يقدر يخالف البروتوكول. وبعدين حتى لو قال له لا مش جاي، الحكم بيتحاسب وممكن يقول له روح خلاص، اللجنه الحكام تقول له مع السلامه. ولكن انا بستدعيك ليه؟ انا عاوز احقق العداله، وانا مش بستدعيك عشان خاطر انا حابب ان انا استدعيك، انا شايف ان في حاجه انت ذات نفسك ما شفتهاش، تخيل انا كبار بقول لك تعالى. ولكن هناك بعض الكلام بيبقى عادي، هو بيعمل له كونفيرم يقول له انت صح. مش شرط ان كل ما اكلم الحكم في الفار يبقى في حاله تحكيميه لازم انا اروح. كل حاجه متاحه في افريقيا. انا حضرتك طبعًا. انا برضو دي بحب اوضحها منك كحكم دولي وخبير كبير،
لان حصلت فيها جدل كبير قوي في الشارع المصري. انا نفسي مع ناس صحابي قلت لهم نفس الكلام اللي انت بتقول، قالوا لي لا ده هو الحكم متواطئ ومش عايز يروح للفار. قلت لهم لا، في ناس مسجله كابتن ايمن بتبقى مسجله الفار، بتبقى مسجله وبتاخد الحكم. اشكرك شكرا جزيلا خبيرنا التحكيمي المتميز دايما كابتن نصر عباس. الله يخليك، شكرا لك. اشكرك حبيبي. وبنتهي الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين، بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي والجونه في كاس الرابطه والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون اهداف. كل التمنيات طيبه للنادي الاهلي بالتوفيق المباريات القادمه ان شاء الله. في النهايه حابب اشكر نجومنا الكبار اللي شرفونا وامتعونا النهارده، كابتن شريف عبد النعم الف شكرا يا كابتن، امتعتنا. نشكرك كابتن ايمن، بالتوفيق في المباريات الجايه ان شاء الله باذن الله. كابتن اسامه عربي امتعتنا يا كابتن، الف شكر. شكرا لك يا ايمن، وبالتوفيق الماتشات الجايه ان شاء الله باذن الله. كابتن علاء مهيوب امتعتنا يا كابتن، الف شكرك يا ايمن. شكرك يا كابتن بلال، امتعتنا حبيبي، الف شكر يا كابتن. ربنا يخليك. ربنا يخليك. والشكر لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى واستوديو تحليلي اخر. لكم مني اطيب المنى وارق تحيه.